كشف مؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أجراه بيد.كوم أن الأردنيين يبدون توقعات إيجابية حول مستقبل اقتصاد المملكة وأوضاعهم المالية على الرغم من التراجع في معدلات الادخار لجزء كبير منهم. وبين الاستطلاع أن 16% من المشاركين فيه توقعوا أن يتطور الاقتصاد الأردني خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين أشار 36% إلى أنه سيبقى على حاله، في حين رأى 9% من الأردنيين المشاركين بالاستطلاع أن اقتصاد المملكة قد شهد تطورا خلال الأشهر الستة الماضية، في حين اعتبر 38% منهم أنه شهد تراجعا، بينما قال 40% إنه لم يتغير. وحول الوضع الشخصي للأفراد وعائلاتهم، بين الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون أن وضعهم لم يتغير، وأن الجزء الآخر يعتقدون أن وضعهم المالي أصبح أسوأ، ونسبة بسيطة جدا اعتقدت أن الوضع المالي أفضل، في حين أشار الجزء الأكبر من المشاركين إلى انخفاض قيمة مدخراتهم.